السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية والأمور ديالكم تكون هانية إن شاء الله وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. المهم هذه الوصفة هذه كتجي رائعة وكنتمنى من كل قلبي أنكم تجربوها وسميوها كما بغيتوا تسميوها. المهم انا شاركتها معاكم وندوز ان شاء الله لطريقه العمل وبطبيعه الحال المقادير اللي غادي نحتاج ونصليو على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبسم الله على بركه الله. المهم خديت اناء درت فيه جوج ديال البيضات، والبيض دائما كنكررها مره اخرى دائما يكون بدرجه حراره الغرفه. درت 7 ديال المعالق ديال سكر سنيده او سكر حبيبات، وخديت الزيت عاوتاني وغادي ندير 7 ملاعق من الزيت. المهم درت الوصفه ديال 7 ديال المعالق، ولكن درت واحد الطريقه وحده اخرى. خديت ساشيه ديال فاني، ممكن تنكهو باي نكهه بغيتو. المهم كنطرب غير بالفوي او بهاد الخلاط ديال اليد، يعني ماشي بالضروره الكهرباء، انما هذه يعني عاديه. خديت واحد الكاس ديال ياغورت في الفاني ما يعادل 110 غرام، ودرت واحد القشره ديال البرتقاله، ودرت ربع كاس ديال الماء دافي. درتو في داك الكاس ديال الدانون، ربع ديال داك الكاس ديال الدانون عبرت به. من بعد جبت 7 ديال المعالق ديال الدقيق حتى هما، ودائما تنغربلو الدقيق اكيد باش كتجينا يعني الخليط كيجي زوين. المهم تنخلط في هاد اللحظه هادي، ما غاديش ندير الخمارات، من بعد عاد غنديرهم ونخليهم هما التوالى. المهم خلط الخليط فيه 7 المعالق من كل حاجه وجمعته كما كتشوفوا. ممكن نبدلوا الياغورت بالحليب نديروا 7 المعالق. المهم انا جبت هادو ديال ليكيش، فيهم غادي ندير خديت الزيت ودهنتهم، ممكن دهنهم حتى بالزبده. المهم انا غير اختصرت، درت زويته في كل مول، درت له شويه ديال الزيت ودهنتها فيه، وكندير الدقيق باش هكا غادي نتفادى ان باش ما تلصقليش لي داك الخليط ديال داك الوصفه اللي درت. المهم جاوا بحال الشكل ديال كيكات صغيورين، ولكن المذاق ديالهم جا زوين، والطريقه باش درتهم حتى هما يعني كتختلف على الكيك. المهم غادي ندير لهم كاملين الدقيق، صافي. هنا دزت خديت الخمارات، درت جوج ديال الساشيات ديال الخميره ما يعادل 16 غرام، وغربلتها باش ما تدخلش ليا في الخليط داك الحبيبات اللي تيكونوا، وما دير ليش شي تكتلات في الخليط. صافي هي اللي بقات لي التاليه درتها وخلطتها. المهم لان خدا ليا الوقت داك المولات فاش كنت كندهنهم باش ما تبقى ليش الخليط جالس بلا مع دابا البرد باش ما تخسرش ليا. المهم هنايا غادي ناخذ ديك الليمول كاملين، درتهم في اللاطه ديال الفران وبديت كنعمر فيهم. المهم خديت المعلقه كبيره وكل واحد تندير له معلقه، وهاد الليمول هادو القطر ديالهم يعني في القاعده ديالهم فيها 8 سنتيم، والفوق غادي وتزيد يعني 9 سنتيم. المهم كلهم كيما شفتوا درت لهم معلقه معلقه، وما تنساوش ديروا لايك للفيديو فضلا وليس امرا، اللي باقي ما اشترك يشترك كذلك فضلا وليس امرا، فعلوا الجرس. المهم درت ديك الخليط وخديت واحد جوج تفاحات كبارين، نقيتهم ودرتهم على هاد يعني حكيتهم في الحكاكه ديك الكبيره باش يجيوني على شكل طواولين. من بعد درت لهم السكر، المهم الا كان عندكم سكر اسمر ديروه، ما كان شيء كناخذوا معلقه ديال السنيده كبيره ونص معلقه ديال القرفه ونخلطوها. بالنسبه للمكسرات عفوا ديك المعسلات اللي تيكونوا يابسين كيتباعوا عند موز الزريعه، كيكون فيهم داك مخلط ما بين اناناس وكذلك فريز وكيكون حتى البنان. المهم هادو كلهم قطعتهم قطع صغيره، وخديت الزبيب وغسلته بالماء وقطعته حتى هو، ودرتهم هكا من الفوق، تيجيو صراحه زوينين.
هانتوما هذا هو الشكل ديالهم. غادي ندخلهم للفران على درجه 180 وكذلك الطياب ديالهم ما كيتعداليش نص ساعه. داك الخليط اللي بقى درتو في هذا المول هذا الطويل كما كتلاحظوا ودرت له دوك المعسلات يعني داك اللي فخوي كونفي ودرت له لي بيبي دو شوكولا في النوار بلون وخديت اللوز ايفيلي وكنديرو من الفوق. المهم داكشي كيختلف يعني اللي بغينا نديرو في التزيين كنزينو يعني في دقه واحده هاد هادو هنايا. من بعد ما خرجتهم كيخرجوا على هذا الشكل هانتوما. شوفوا كي كيجيو كيجيو صراحه زويونين. وبما انني فاش قلت لكم نديرو غير معلقه واحده باش ما يفادناش داك الخليط لان غادي يطلعوا وفي نفس الوقت ملي كيطلعوا كيتغير لهم الحجم ديالهم. مع ان قلت لكم لتحت في يعني القاعده ديال هاد ليمول 8 سنتيم والفوق 9 ديال سنتيم. هانتوما كيجيو على هذا الشكل هكا وتيجيو مهوين من الداخل وكذلك رطبين. وبالنسبه لهذا المول داك الطويل شوفوا انتم كيفاش جات صراحه كيجيو زوينين هاد بحال كيكات بحال ما نعرفت شنو بغيت نسميهم. المهم خديت الكونفيتور ديال الفريز عندي ممكن نديرو ناباج ولا اي مربى عندنا ودهنت لهم الوجه ديالهم كما شفتوا باش كيعطيهم داك البريون هكا في الوجه ديالهم. وانتم صراحه كيجيو زوينين وكيجيو رطبين حتى بالنسبه لهاد الخليط هذا الا بغينا نديرو به حتى لا جينواز كتجي زوينه. هانتوما شوفوا كيفاش كيجيو ومحمرين هانتوما حتى المذاق ديالهم كيجي زويون وكيجيو فرديين وهكا الا وجدناهم نقدروا نعطيوهم لوليداتنا المدرسه هكا في الكوتي معاهم وتيجيو زوينين. يعني بالنسبه هكا الوليدات ما كيبغيوش ياكلوا تتعطي هذيك الوحيده يعني كيقدر يكملها. ها انتم شوفوا هذيك الكبيره كي جات شوفوا لاباط ديالها او لا جينواز ديالها كي جات. قلت لكم تيمكننا نديروا هذا الخليط جينواز جات صراحه رطبه ومفششه. المهم تنتمنى انكم تجربوهم. غادي نقطع واحد المورسو من هذه الكبيره هذه ممكن اننا حتى هادو نديروها هكا مثلا درنا كبيره نقطعوها كمورسو نعطيوه للاطفال ديالنا حتى هو يصلح لهم في الكوتي. وممكن نديروا اي مول نديروا فيه هذا الخليط هذا صراحه كتجي زوينه وكتجي مزينه يعني كنزينوها من في خطره وتندخلوها للفران بلا ما عاد نخرجوها ونزينوها. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي كيجي المذاق ديالها رائع وكتجي معلكه من الداخل. هانتوما شوفوا كنقرب لكم باش تشوفوا انها يعني من الداخل مفشوشه ما كتجي زعما لا مدقصه ولا حتى شي حاجه والمذاق هائل. وكنتمنى من كل قلبي انكم تجربوهم وقولوا لي رايكم في التعاليق وديروا لي لايك للفيديو فقط للتشجيع. وانا دائما في انتظار تعاليقكم وارائكم واي حاجه بغيتوها قولوها لي في الكومنتير. وشكرا لكم بزاف وهنا غادي نقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر بحول الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.